نبقى في تونس، حيث شهدت المؤسسات التربوية آلاف الحالات من العنف الجسدي واللفظي خلال الموسم الدراسي الماضي، في مؤشر على تنامي هذه الظاهرة في الوسط المدرسي، أمر يثير تساؤلات عدة حول أسباب انتشار هذه السلوكيات العنيفة بين الطلاب. حالات العنف والتنمر تتفاقم في المدرسة التونسية، ما ينعكس سلباً على صحة التلاميذ. مستشار في وزارة التربية قال إن تلاميذ الذكور مسؤولون عن 75% من هذه الحالات، وأشار إلى أنه تم وضع استراتيجية وطنية بالتنسيق مع وزارات عدة لوضع حد للعنف المدرسي والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. استراتيجية وزارة التربية تهدف إلى تعزيز برامج من شأنها أن تحفز السلوكيات الإيجابية مثل التعايش السلمي ومناهضة العنف. وحول أسباب تفشي العنف في الفضاء التربوي، عزا مسؤولون في وزارة التربية تفاقم الظاهرة إلى عدة عوامل داخلية، منها اكتضاد الفصول المدرسية ونقص الموارد البشرية في المؤسسات التربوية، ومنها ما هو خارجي كتأثير أفلام العنف والمواقع الإلكترونية والفجوة بين الأجيال وانتشار المخدرات بمحيط المدارس. الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ ترى أن ارتفاع نسبة العنف المدرسي نتيجة تراجع أداء المدرسة إلى مستويات خطيرة خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي يمثل إصلاح المنظومة التربوية شرطاً أساسياً للحد من هذه الظاهرة بصفة فاعلة. في ظل هذا الوضع المقلق، هناك من يعتبر أن التلميذ ضحية منظومة تربوية سيئة ناتجة عن عجز وزارة التربية عن الإصلاح، وبين من يحملون العائلات المسؤولية لابتعادها عن دورها في تعليم الأبناء القيم الأخلاقية الحميدة باعتبارها أساس تنمية المجتمع. للمزيد معنا من تونس الخبير التربوي وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم سابقا نور الدين الشمنقي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد نور الدين. يعني حالة العنف هذه، إن كانت الجسدي أو اللفظي، والتنمر في مدارس تونس، باعتقادك هل وصلت بالفعل لحد الظاهرة أم أنها تبقى في إطار السلوكيات العابرة التي يمكن ضبطها وتجاوزها؟ شكرا لك أستاذ ولكافة مشاهدي ومشاهدات قناة الحرة. في الحقيقة أن المسألة تحولت إلى ظاهرة تبعث عن القلق وتبعث عن الحيرة باعتبار ما تفشي هذا العنف. أعطيك رقما صادرا منذ يومين تقريبا أو ثلاثة أيام عن وزارة التربية، يعني في سنة 23 ارتفع العنف أو مؤشر العنف أو معدل العنف عفوا إلى حدود 23,000 حالة، بينما لم يتجاوز في السنوات السابقة حدود 7,500 تقريبا. بمعنى هذه المقارنة البسيطة تعكس أنه هذا الارتفاع هو في الحقيقة غياب بعض الإجراءات أو المؤشرات التي ربما كانت معتمدة في السابق لمعالجة الظاهرة على المستوى الحيني وعلى المستوى الاستراتيجي. إذن هناك حالة من التسامح إن شئنا، أو حالة من يعني غياب رؤية لمتابعة هذه الظاهرة، وهي مؤشرات بسيطة كان يمكن متابعة الحالات اليومية لوضع الوضع التربوي، رصد بعض التجاوزات، محاصرة أو معالجة هذه الظاهرات. يعني سياسة القرب، حبيت أقول لك لابد من سياسة القرب للممارسة التربوية اليومية. طب هنا سيد نور الدين، يعني كيف تتوزع المسؤولية برأيك بين المدرسة والمنزل حول أو عن هذه الظاهرة؟ في الحقيقة في مثل هذه الظاهرة، ونحن يعني في المسألة الحينية أو إن شئت في المسألة الأولية، أنا أحمل مثل ما ذهب إلى ذلك رئيس جمعية الأولياء إلى المدرسة بالأساس، باعتبار أن المدرسة هي إن شئنا القاطرة التي يفترض أن تقود عملية التغيير في المجتمع، باعتبار المدرسة هي قاطرة التحديث وتغيير طائرة التغيير. طبعا في علاقة بالمسائل الأخرى الثانوية تصبح الأسرة أو العائلة إن شئنا وبقية المجتمع والشارع
كل ذلك والجمعيات والمنظمات وبقية المؤسسات ذات العلاقة والجمعيات ذات العلاقة طبعا لها مسؤولية، ولكن تبقى المسؤولية الأولى والأساسية إلى الجهة أو الطرف المشرف أساسا على إدارة الشأن التربوي أو وزارة التربية. إذن أهي المسؤول الأول؟ إذن يجب أن نضع معا خطة أو رؤية وطنية شاملة تتحدث عن الأسرة وعن المجتمع. سيد الكريم، المدرسة الأولى عشية الاستقلال مثلا ربطت المشروع التربوي بالمشروع الثقافي. إذن هناك كان هناك مشروع ثقافي اجتماعي لتوعية المجتمع، بمعنى أننا أن نبني أو أن نهيئ أو أن نصنع بيئة آمنة تحيط بالمؤسسة التربوية حتى تكون المدرسة التربوية في بيئة آمنة. إذا لا يمكن أن نتحدث عن مؤسسة أو عن مدرسة آمنة في ظل محيط غير آمن أو في ظل محيط معادي في الحقيقة للمدرسة. إذا هناك اعتدال اليوم من الأولياء ومن بعض الأطراف الأخرى أو الجهات اللاحظة على المدرسين وعلى كل الفاعلين التربويين على الأولياء. إذا هناك اعتدال خارجي. هل هناك رؤية؟ هل هناك رؤية؟ طيب أثر أثر برأيك يا سيد نور الدين أثر هذا العنف أو التنمر على ضحاياه ومستقبلهم؟ في الحقيقة يجب أن تكون للوزارة ولكافة الجهات ذات الصلة بالمنظومة التربوية بالمؤسسة التربوية يجب أن تكون لديهم رؤية استباقية للتوقي من مخاطر والانزلاقات الخطيرة. لأن الظاهرة أستاذ الكريم التي نتحدث اليوم عنف مادي، ولكن أخطر من العنف المادي هو العنف الرمزي، أي أن ذلك سيؤثر في بناء الشخصية القاعدية للتونسي والتونسية في مستقبل الأيام، وبالتالي قد تكون له تداعيات خطيرة على نسيج المجتمع ولبناء المجتمع. إذن هذاك علاش قلت أن المنظومة التربوية، أنا الحقيقة لم أعد يعني محتفيا كثيرا بمفهوم الإصلاح التربوي باعتبار أن المتغيرات في العالم والمجلوبات التربوية غيرت من هذه الرؤية. أصبحنا اليوم نتحدث عن تحول التعليم أو تحويل التعليم في إطار مسار مستدام، في إطار التنمية المستدامة عبر الهدف الرابع للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. إذن كيف نبني اليوم منظومة، نعيد تحويل المنظومة التربوية إلى منظومة تربوية قادرة على أن تكون أصيلة، بمعنى أنها ثابتة ومتجذرة في هويتها بيئتها التونسية العربية الإسلامية، وفي نفس الوقت هي بيئة متحولة ومرنة قادرة أن تتفاعل مع كل المتغيرات وقادرة على معالجة هذه الظواهر، وهي ممكنة الظواهر. هذا لا يستقر في تقديري إلا ببناء منظومة تربوية أساسها مفهوم المواطنة. إذن نحن لابد أن نبني مدرسة أو نهيئ إلى مدرسة المواطنة لتحتضن كل هذا المتغير وكل هذا المشاكل وتعالج كل هذه الظاهرة سواء كانت طارئة أو نعم. سيد نور، أن تؤثر على المنظومة التعليمية ويعني كذلك التحصيل الدراسي لدى الطلاب، سواء كانوا الذين يمارسون هذه ظاهرة التنمر أو العنف أو الممارس عليهم. اسمح لي كيف تعيد السؤال، لم أصغي إليك جيدا. تأثير هذه الظاهرة على التحصيل الدراسي والعلمي لدى الطلاب برأيك؟ طبعا هي ستؤثر كما قلت على التحصيل الدراسي. في الحقيقة أنا لا يهمني يعني لا يعنيني كثيرا التحصيل الدراسي، باعتبار التحصيل الدراسي قد يحصلوا نتيجة عوامل أخرى مؤثرة فيه، يعني سواء التحصيل في المدرسة أو بعوامل أخرى إضافية ما يسمى بالدروس الخصوصية أو الدعم الخارجي للمدرسة. ولكن ما يهمني هو كيف نحافظ على الشخصية بحيث أننا نقدر على بناء مهارات جديدة وكفايات في شخصية هذا الجيل الجديد حتى تكون شخصية متوازنة قادرة على أن تكون مؤثرة وفاعلة بشكل إيجابي في بناء مجتمع تونسي متوازن. أما التحصيل طبعا قد يؤثر على نسبة التحصيل، هذا بالضرورة سيؤثر على ذلك، من حيث التحصيل الدراسي ستكون نتائج ضعيفة وتتدحرج. وعلى بالمناسبة أستاذ، في السنوات الأخيرة أن هناك تدحرج المجتمع التونسي نحو الأمية وهو ما لا تشهده المجتمع التونسي منذ سنوات تقريبا. إذن هناك تدحرج مهول ومؤثر ومفزع نحو الأمية، إذن نحو الارتداد نحو الأمية، رغم أن المجتمع التونسي يمثل مجتمعا متقدما في نسبة التمدرس بالنسبة مقارنة بمحيطه الإقليمي في المحيط العربي المغاربي أو العربي.
إذا أخشى أن هذا الارتداد والارتداد إلى الأمية يقود إلى الجهل والتخلف، وبالتالي يقود إلى مضاعفة أشكال العنف في المجتمع. إذا على المدرسة أن تتوقع هي بناء تحافظ على السلم داخل المجتمع، أي بيئة آمنة والتعايش وقبول الآخر داخل الأسرة داخل المجتمع، وفي نفس الوقت عفوا داخل المدرسة، وقيادة كل هذه المهارات وهذه القيم داخل المجتمع من أجل الضغط ومحاصرة ظاهرة العنف حتى في المجتمع. من تونس الخبيرة التربوية سيد نور الدين شمقي، شكرا جزيلا لك.